بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام زيدان ويقوم زيدان، وقام زيدون ويقوم زيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. حنسوها الهيني فاعلك يا أحكام تيسي عشر كان يشلي وحنكسو قادني فاعل كن يسكلي هي أحكام سقالة. هل كان شيخ مرك رحمه الله تعالى وحور رباين ونقبره أقسام الفاعل، ما دام أحكام الفاعل أن نسوق هذا الني وحان نبرنا أقسام الفاعل. فاعل كبل انت وقيف سمهتنا وحوك الشيخ رحمه الله تعالى: وهو فاعلك على قسمين. فاعلك وحو هذا لبا قيبط، فاعل وحو قيب سما لبا قيبط، ظاهر فاعل ظاهر ومضمر هي فاعل ضمير لبدا سو فاعل كو قيبسما. فاعل اسم ظاهر اسم ظاهر محل لجدا، وما يدل على مسماه بلا قيد. مسميه سي يو شخصي يو وحي لغو مغعابي ايو تسيا اساقو نباهنين قرينو اي علامة نباهنين حيا لي تسال اهان هدي حسن اللي راهو آتقيني اللي راهو جاء الحسن حسن ايمت لو مباهنا ان فرت اللي تاقو حسنك، لأنه معلوم لديك أكثر هذا باللقوق يهي وادسكتها أن أنك حسن مركا اسمك ظاهرك وما يدل على مسماه بلا قيد أما بدون قرينة، قيد الآن أما علامة الآن كيف تصنع يا مسميه كاسا وحلل اسم ظاهر تصالحان بكر خالد هندو مسجد ثوب قلم كتاب وحصر وحوي واسم ظاهر. قيبت اللباد وفاعلك قيب سماء ومضمر ضمير. فاعلك حكال نغنكرا ضمير، ضمير نغنكرا فاعلك. فاعلك مركل القولية هي ضمير النغضاء. ضمير كاس وحو قيب سماء لبا قيبة نغنكرا ضمير متصل هي ضمير منفصل. ضمير كمرك متصل كاه هي ضمير كمنفصل كاه فرق قود حياه محوية. انت انا نقلين اقسام متصل كاه منفصل كاه هروح نوصو تعريف انه نوصو قادني ما هو الضمير واحد ضمير يهي وانسو اغان كتابك بالله وقيسي اي انو كسو اغان محوها ضمير ما دل على تكلم او خطاب او غيبة. ضمير واحد اللي راوحي كتوسيا قف أصغو شخصية ديسة سيقهد لي أما كهد لي قف هرتي ستاقا سيدا إياك أديق أوكلا أنت أديق أوكلا أنتما اللبدينا أو غيبة أما التوسينا يو كهد لي وحمقا سيدا هو إساقي هي قبدي هما اللبدو دي هم جميع رقاها هن جميع هوانكاها يومقنا ما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة كاسا وحل إلىها ضمير. إذا ضمير كاسا حقوق يسمى متصل إيه منفصل. متصل محل إلى ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. ضمير كمتصل كمحل إلى ما لا يبتدأ به الكلام وحي هذا الكلام لقب الله بكرم ولا يقع بعد إلا إلا كبعدنا أندع كرن وحل إلى ضمير متصل.
تصالحان هذه الغيره رأيتك وانكو أركي أديك أيامكو أركي رأيتك كافتاس مضمير متصل أمي سوى ضمير منفصل هذه الغيره وحد كفيرين تعريفك إيو سيدة هذا عن أقيحني كافتن وحد لدى هورت هذا الكلام ملقوب بالله بكرا رأيتك كافتن كجرته ما لديه كرا كرأيت لما ديه كرا بعد إلا ما ديعي كرتا كافتن ما ديعي كرتا بعد إلا وما لديه كرا ما رأيت إلا ك إذن سورة قلمها إذن ضميرك متصل كأه ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا ووحي هذا الكلام لقب الله بكرين إلا كبعدنا عن دعي كرين منفصل كنا وعكس جيس كان هذا نشاقني عكس جيس وهي منفصل وحال إلى ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا وحي هذا الكلام لقب الله بكره إلا كبعدنا دعي كرا أي وحال إلى منفصل تصالحان أريغن هذا اللي يراه أنا أريغن أنا اللي يراه وحلقوا بالله بكرا هذا الكي وحدي كرتا أنا متعلم أنا طالب علم أنا مسافر وحونا دعي كرا أريغن أنا بعد إلا وحدي كرتا ما قام إلا أنا وحديث كرتا ما قام ما يستاقن إلا أنا أنا قموية هذا الكلام والوب الله بكرا وحديث كرتا أنا طالب علم أنا مسافر إذا مرك ضميركنا وحوقي بسماء الله وضع صغيبات متصل إيو منفصل وحوقي رشاخ فالظاهر فاعلك أو اسم ظاهر النغضي نحو قولك هذا الكاغو كلو ياتري قام زيد زيد استاغ تصالوين آد فربضن أي شيخ فاعلك كسمي استاغو شيخ هدب الدنع كغتو سناي هدب الدنع وحو الرواء إنو كاتو سيو فاعلك اسبدل لده وكو يبنكر هدب تصالها مركات في رسي تصالوين كفرها بضن وشيخ اسمي تصالة تصالة لم يدمجر مثال كستا أما تصالة والبوحو كقطما علم قارة مثال كستان وحا نكفى إذي سنين أقون قارة ومثال كيهورة أنا نكفى إذي سن هذا مثال كان أنه دلتا أنه قام زيد وحا نكبر أنه فاعلك إنه نغنكره اسم ظاهر ووليبه هذا مفرد مذكرة مفرد رقا فعل كينا محون نغضي ماضي فعل كينا وماضي سوى إعرابنا قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ضمة محانو لأنها لأنه وايس مفرد وهو معرفة علامات الإعراب أن كسوى قادني ويقوم زيد مثال كان لبعض هذا نفيري كيك لو كدوين كي هذا نسامرني وكدوين هايو فاعل كي هرت واسم مفرد مذكر لكن وحال بدلي فعل كي وحال قدقي مضارع او حكوت المام الشيخ فاعلك فعل كيس مرنا انو نغنكر ماضي مرنا انو نغنكر مضارع ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره زيد فاعل يقوم وفاعلك يقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وقام الزيداني لبدي الزيد أي استاغي مثال كان يساقنا علم عصبا نكفى إذي سننا محايلو حنكفى إذي سننا فاعلك إنو نغنكر مثنى يساقوا فعل كنا ماضي وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الزيداني فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما ناوى فيه حرفا عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ويقوم وحا استاغي الزيداني محال لقى بدل المثال كي فعل كي وحال لقى مضارع
ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الزيدان فاعل يقوم مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن ضمة لأنه مثنى. ما نوى فيه حرفا عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقام الزيدون في رهدة تسالوين كان مسكح دانها كوجر تمركة تسالوين كآخرين يسو تطبيقات كي عشر كي نشار يستقال كي حكم إن أدمد والبا مثال والبا أتكو تطبيقس مثال والبا كو تطبيقي وكل غنقري استقال كي حكم وعشر كي نشار أنكو سو قادني هذا تسالهان. وقام الزيدان مركة لليها قام الزيدان محلو دي هو ما دام فاعل كي مثنى ويهي قام الزيدان مردي كرا لأنه شلام صبر نتاس إنه سيدا الله قولين شلو حان صبر إن الله قولين فاعلك حتى هدو مثنى نغضو أما هو جمع نغضو فعلك وإن لقد دايو علامة التثنية إيه علامة الجمع لبضو وإن لقد دايو وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء مربى هدي فعلك فاعلك هو النغض هدو الدور مثنى أما جمع هالنغض فعلك وإن لقد أيو علامة التثنية أيو علامة الجمع. وقام الزيدون مثال لذا مدك لا يوحد كو تطبيقين الأغان هذا نهر مرين هذا وقام الزيدان الزيدان هذا نهر مرين وقامنا أن كذال مرين ومحون نغل مركا الزيدان قام أن نراه مصر عنيش لأنه أحكامتي شلي وحين وجرتي وكونه مؤخرا دائما فاعلك إن لدبلغة هو واجب هذه الهر مريو يخرج من باب الفاعلية إلى باب الابتدائية وحكبها فاعل لما وحونا آدي مركاس البابكي بابكي كلو مبتدأ مبتدأ آدي مركاس. وقام الزيدون زيديالكي أستاغي وفاعلكي والنغضي جمع المذكر السالم فعل كينا ويهي ماضي لما ندهم فيري وقاموا الزيدون لما أقول قاموا الزيدون. وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. الزيدون فاعل قام مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم ما نوى فيه حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ويقوم الزيدون محل بدلي فعلك فعلك وحوها ماضي أدنى محله بدلي مضارع. ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل المضارع المرفوع للتجرد من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الزيدون فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم ما نوى فيه حرف عن حرك والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقام الرجال رقيا استاغي هذا نشيخ حكوفة إذا فاعلك أنه نغنكر جمع تكسير سيدي هربا وكوكو مثالي فاعلك ومفردة فاعلك ومثنى فاعلك وجمع المذكر السالم هذا نفاعلك وجمع تكسير أنه نغنكر. وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي منوع على الفتح لا محل له من الإعراب. الرجال فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه محل نهي ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير جمع تكسير كان وحكو جري قولوا إنك ضمة الوجود جري. ويقوم الرجال وحلق بدل فعلك فعلك مثالك وروحها ماضي كنوى مضارع. ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الرجال فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وقامت هند كودي هند أهيد أيا استاكتي هذا نمحو مثال كان أنه كفى إذا سننا فاعلك وحن سوق هذا أنه سوى مفرد مذكر مثنى مذكر جمع مذكر هذا نوح أنه قادنا أنه فاعلك ودنعي هوانك سدح لك إيمانك إلا دنعي رقى سدح أنه ككيني مفرد مذكر مثنى مذكر جمع مذكر هوان كان وحن كلا إيمان إنه سدح سدي وكلا وحن كلا إيمان إنه مفردة إيوه مثنى إيوه وحن كلا إيمان إنه جمع مؤنث سدح لي. وقامت هند هند استاكتي وقام الواو حرف عطف قام في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وتاو علامة التأنيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب وحرف محل كإعرابكم لهن. هند وفاعل قام مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. مثنيه هدنا وتقوم هند فعل كأم بل بدل فعل كي الله قد قي مضارع. وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناسب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. هند
فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وقامت الهندان لبدي هندو أي استاجن ومثنيه يؤه مؤنث ما دام سوق هذا مثنيه يؤه مذكر وقام الواو حرف عطف قام في الماضي منوع على الفتح لا محل له من الإعراب وتاو علامة التأنيث وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين ومحام دام تعلن تاو تأنيث أصل كيد وحوها ساكنة سببت الله صدق محيته سببت الله صدق وحوي وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين لب حرف أو ريبا أيام يشي كوكولمي تاذن أصل كيد أي ريبني iy al hindan laamteedo reebnay taadiyo reeban iyo laamto reeban lagu ma dhawaaq kar maadaama dhawaaqi uu cuslaaday aya waxa la yiri taadi hal hoos dhigo waxa la yiri waqamatil hindani waxa kale meeshan aad ku tadbiiqinayna casharkeena inshaalla waxaan ku soo qaadanay wa ta'nithul fi'l oo waxa waajib noqonaya ficilka in la xiriiriyo taa u ta'nith قرمه هذه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا فاعلك هذه هي مؤنث حقيقي وهوين أفاعلك النقضاء وحواجب هاي فعلك إن لحريريو خاو تأنيث ولذلك وحنرك إن مثال كان إن لقو تطبيقي قامت هند وقامت الهندان الهندان فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن ضمة لأنه مثنى ما نافي فيه حرفا عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وتقوم الهنداني فعل كي يلا بدلي ومضارع لقدر وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناسب والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الهنداني فاعل تقوم مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما نوى فيه حرفا عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وقامت الهندات هندوين كي أي استاجن ومشان محوك وشاقي جمع مؤنث ونغنكر فاعلك وقام الواو حرف عطف قام في الماضي منوع على الفتح لا محل له من الاعراب وتاو علامة التأنيث وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين الهندات فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وتقوم الهندات هندوينك أي استاجة فعلك أو حلقة دقي مضارع الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الهندات فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وقامت الهنود هنديالك يا استاجين مثال كان علمك عن كفة يسني نحوي جمع تكسير كي النقضي مؤنث سيدة جمع تكسير كان نصه قادنا سوا مذكر وقام الواو حرف عطف قام في الماضي منوع على الفتح لا محل له من الإعراب وتاو علامة تأنيث وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين الهنود فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وتقوم الهنود وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الهنود فاعل تقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وقام وحى استاجي أخوك ولالك أي استاجي مثال كان محور أبا شيخ إنه كوفى إليه فاعلك إنه نغنكره مفرد مضاف مفرد مضاف إلا يسأل مضاف إلى المنطور سوق هذا إني هذا فاعل كل نغن كرو مضاف وقام الواو حرف عطف قام في الماضي منوع على الفتح لا محل له من الإعراب أخو فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة لأنه من الأسماء الخمسة أخو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر ويقوم أخوك ولالك استاجه وحل بدلي فعلك ولا قدي مضارع ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل المضارع المرفوع لتجرد من الناسب والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أخو فاعل يقوم مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما نوى فيه حرف عن حركة أخو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وقام غلامي أدون كيجي أي استاجي ويقوم غلامي أدون كيجي أي استاجي دونا مثال كان محروا إنه كوفة إيديو إنه نغن كرو هذا فاعل كي مضاف أو الجو إعرابه مضاف معرب بالحركة كما يكون مضافا معربا بالحروف فاعل كو نغن كرا استجو مضاف حروف الجو إعرابه ومضاف حروف الجو إعرابه حنكسو قادنا قام أخوك إيو يقوم أخوك
فاعلك سوحها مضاف لكن وحها حرفا نكو إعرابين هذا نوح نقاضنا إن فاعلك إنه نغنكر مضاف معربنا بالحركات فاعلك هو مضاف نغضي لكن لقو إعرابه حركه شغل لقو إعرابه وقام الواو حرف عشر قام في الماضي منوع على الفتح لمحل له من الإعراب غلامي فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة غلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مبني محانو لأنه لأنه ضمير متصل ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره محل بدلي أوكلها فعلك كي روحها ماضي كنا ومضارع غلام غلام فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة غلام مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر إيه وما أشبه ذلك إيه انت صوت صالح أنه سوى شيئا وحي أكاده وحي أكادنا وقياس قادو كبير الشيخ رحمه الله تعالى ما دام هاد بردنا مر بردنا وكاتف ساليي اسبدل لذا فاعلك كل عكرة أي الشيخ وحكوليه لمسه كوبي كرو فاعلك انت كلا أذيك عقلك يمسكح هذا يالو الدعي وقياس قادو والمضمر ضمير كينا اثنى عشر لبية طبان وحان سوق هذا الني فاعلكو إنه أقيب سما الله قيبود اسم ظاهر أيه ضمير هل كان الشيخ ما دام اسمك فاعلك ونقضي اسم ظاهر أنه صور لما يني هل كان الشيخ وكبه قلي فاعلك ونقضي هدنا ضمير نقضي ضمير كاسي مركا إساقه ونوحو أقيب سما الدونا ضمير مستتر إيوه بارز مستتر إيوه بارز وفاعلك وحو نغنكرا ضمير كي أو مستتر آه مستتر جوازا نو نغنكرا مستتر وجوبا نو نغنكرا إساقو واجب لو أسطورا نو نغنكرا إساقو جواز لو أسطورا نو نغنكرا وحو نغنكرا نغنكرا ضمير كي ضمير بارز آه وبنانك إسكيال وإندها هو إيقوانكرا ومحب الله أسطورين لبضبو نغنكرا ضمير كان مركز الشيخ وكويري لبية طبان قيبوت لبية طبان كاسو حكا إيمان آيان حقا معناها أيو كفيري الشيخ لبا وحي فايديان التكلم قفك يو نفس الديسي كهذا لي شانونا وحي فايدين آيان خداب قفك هرتاقن أوضل هذا ليس شان تكلنا وحي فايدين آيان غيبة ضدمقا أولاق هذا لي لبية طبان كو مركز سيداسي ككوبين هنا سدح ذا قيبوت قيب وسدح ذي قيبوت ودائما با ضميركو او قيب سمي جري لبطت سنيسة تكلم شنت سنيسة خضاب هي شنت سنيسة غيبة وحمقا وذلك نحو قولك وهذا الكايو كلا اتري ضربت انيقا كراعي في المثال سبحانه كفا ايدي سني فاعلك ما انت واتعلاس فاعلك انو نغنكرو ضمير ولبا الضمير كانو كلاو حال ليرا ضمير متصل اه او بارز اه وضمير متصل وبارز وبنانك اسكيان بنانك يا الله إن دهك قبان كرا ضربت ضرب فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة إعراب كاس معناها اللي لجيه هران أسوق هذا الني وصابت أنه يعني وحنك سوق هذا الني فعل كماضي مررك قاروح النقضة مسكون الآخر آخر كيس على الرئباء سببته آه وحول حرير سدي ضمير مرفوع ومتحرك آه ضمير مرفوع ومتحرك هدول حرير سدو حنسوق هذا ني ما دقون النقضة يوم مسكون الآخر إذا مركا سلاس أو قدا وحلالية هي مبني على فضحة مقدرة على آخره ومحاو ديدي فضحة بناك لصور يقول لي راهو لا راباتو إلا يراهو محاو ديدي منع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة حلو نجد وحالة لبسدي أولك هذي هذي بعضا لكردق لهاي ولديه لها ضربته أفر شقل إني حرير سدان وحال إري إسكوة
إلا فعلك يا فاعلك يسو وكالكلمة الواحدة كالكلمة الواحدة محلو ير فعلك يا فاعلك السببت علماء نحوه إراهين كالكلمة الواحدة محيط كالكلمة الواحدة وحيهين هل كلمة ملك لقوين كرا تسألان هذا زيد وكال زيد وحككو من يهي السد حرف وككو من يسوماها الزاي والياء والدال زاد ما كتوري كرنا ويا ذي ذلك باسم استعمال كرنا يا مصر تقول ايش سواها اذا مركب فعلك يا فاعلك يقول كالكلمه الواحده وحيويهن لتلازمهما ويس لازما سدا هلك كلمه حروف تدو ايش كل لازما اي فعلك يا فاعلك سنه اي ايش كل لازما يعني كلمه قوي كران كلمه هري كران ما كلمه مارمي كران سدا اوغدا waxaa loo yiri في ما هو كالكلمة الواحدة وتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع مبني محانو لأنها هو ضمير متصل آه. ضمير متصل أول في محل رفع محانو لأنها ده الفاعل مرفوع فاعل هو مرفوع وضربنا الواو حرف عطف ضرب في الماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة نا فاعل مبني على السكون في محل رفع وضربت الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة وتاء فاعل مبني على الفتح في محل رفع لبضع أقوه الرئيو حيث سنعيان قف أساق النفس الديسي كهذلي ضربت أنيقا قراعي وضربنا أنيقا قراعني شنتم كحكتنا واخداق قف كهر تاغن وضل هذا اللي يسيدو وضربت أديقا قراعي وضربت إسلامي هاي أديقا قراعي وضربتما لبديننا قراعي وضربتم جميعنا نرقاها وح قراعي وضربتنا جميعنا نهوينكا وح قراعي وضربت الواو حرف عطف ضرب في الماضي منوي على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة وتاء فاعل مبني على الفتح في محل رفع وضربت الواو حرف عطف ضرب في الماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة وتاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع وضرب الواو حرف عطف ضرب في الماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة وتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب حرف عماد محل لجهده ميم كان محل نري والميم حرف عماد حرف عماد لجهده اللي قال إياه وحوه عمادك السلكي سوف حلقة سوقات العمود والعماد وتير وهذا ركتين قريقة مركة لديسة هدان تيرر لو يهلين وقريقة أن لقو حوجين تيررك وحلقة بقى قريقة إنو سودمه سوماها إذن مركة حرف كان كجرة وضربته مع وميمتن أيضنا أريقان يوحيوتها لسميه سي عليني تير لذلك واحد كفهمي حرف كان تير كاه ميم كاه هذان ماشى كجر لهين بل كلمة كل واق كلمة وبربره سامر خس بابا أقول مرة كل واق كرتيد كل مرة واق كرتيد هذه تير كأنه كجرنه وحين نغنى ضرب توا إنه غنى ضرب توا ضرب توا محيته ضرب توا محيته إذا مركب معنى وين كفر ليه ميم ك معنى وين أي ميم كان كفر ليه وإسكو حراها وتيرك كلمة ذنب والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية محل لجد الألف حرف دال على التثنية يعني معناها اللي هي وضربتما لبذي ننا لبذي ننتاس لبضى وحتو سنة يوضن وبألفت لولا الألف لم تدل على التثنية كلمة التثنية ومطس السيان هديسا ألف تأجيري لهين ألف تأهديسا أجيري لهين وضربتهم جميعنا رجع يا وحقراعي الواو حرف عطف ضرب في الماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة
وتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع والميم علامة جمع الذكور محل لجهده يعني من كان يوحو أستان ويهي إن رق لجهده وضربتم وحو أستان ويهي رق إن لجهده وضربتم والميم علامة جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب وضربتن هوين يهو أدينك أوح قراعي الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على فتحة مغدرة على آخر منع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة وتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع والنون علامة جمع النسوة وبوسكي وضربتم ميم تاسي محيهي علامة جمع ذكور أيضا علامة النسوة وحبوسكي هوانك إن هوان لولج إذا وحاتسنا النون تان والنون علامة جمع النسوة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وضرب وضرب هو إساقا قراعي وضربت إسلانتي أوح قراعي وضربا لبدو دي أيوح قراعي وضربوا جمع مغناء أيوح قراعي وضربنا هوانكي أيوح قراعي هدنا محوربا شيخة هل كان نكتو ساليو فاعلكو إنسلو نغنكرو اسم ظاهرة هدنا نغنكرو ضمير بارزة هدنا نغنكرو ضمير مستتر ضمير مستتر ونغنكر وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو وضرب هو إسقى كراعي يعني هو لا محل لجهد تعبير كأن لقحت في مويه جملة وحيكون اسم لها مبتدا هذه اللي سوى قدر لها ولرا وزيد زيدا ضرب وحقراعي هو زيدك ساسا لجهد هذه جملة سيدة الله نسو وحينون نغنى مركز وزيد ضرب الواو حرف عطف زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على زيد مركز محل أباهنين ما دام المبتدأ نصوص شاقني خبرا أباهنين وبوسكي خبر كمحان فريستي جملة فعل كيف فاعل إذن مركز خبرك وحنكد لقينا جملة فعل كي فاعل ككوبنا وحنولانا هاي والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر المبتدأ في محل الرفع وحنولانا خبرك عشر كي شلو ينقود جري وحكم دي هاي مرفوعاتك تضوضعها والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر المبتدأ جملة خبر لعدنا محيو باهنت هاي رابط اسكحرة مبتده هي جملة خبرك لعدنا والرابد بينهما الضمير في ضرب يعود على زيد زيد في أولاما وضربت وهند هند ضربت هي هندلس أو حكرا علي وهند الواو حرف عطف هند مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وتاء علامة التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هي يعود على هند والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وفي لدى اسكحريس مبتديه أو هند إيه ضربت في لدى اسكحريس محيطه في لدى اسكحريس وضميرك ضربت كل لابنايا أو لابنايا هنددي ضربت هي هنددي يا قراءة والرابد بينهما الضمير في ضربت يعود على هند وضربا والزيدان ضربا لبدي زيدا وحكراء الواو حرف عطف الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما ناوى فيه حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والألف فاعل مبني على السكون في محل الرفع والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر مبتدأ والرابط بينهما الضمير في ضرب يعود على الزيدان والزيدون ضربوا زيدان كنا ويكران والزيدون ضربوا الواو حرف عطف من الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم ونافي حرفا عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ضرب فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والواو فاعل مبني على السكون في محل الرفع. والألف للتفريق بين واو الجمع وواو المفرد. والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر المبتدأ والرابط بينهما. الضمير في ضربوا يعود على الزيدون. والهندات ضربنا هندوين كيقول وحبي كراعي. والهندات الواو حرف عطف من الهندات مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. ضرب فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والنون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والرابد بينهما الضمير في طربنا يعود على الهندات. هل كاسو حين أقول لما هذي باب كياها باب الفاعل وحصفة فاسا أن أغاني فاعل كأحكام تيسئيه قيبها أو قيب سمه عن سو أغاني سقال حكم إن أسكلي يهي فاعلك وحن كلن أغاني فاعلك إن أو قيب سمه لبا قيبود اسم ظاهر إيه ضمير لبا دبا نغنكره وليبا ضمير كاسا يساقو نسيق قيب سميو ضمير كوحو نقضى متصل ايو منفصل شيخ وحو نو مثالي ضمير كي او يساقو بارز فاعل كيو ضمير بنان كي يالا نقضي ايو فاعل كيو نقضي ضمير مستتر ضمير استرمي يساقو نقضي لكن قدهان با ضمير كمستتر كاه شيخ نو مثالي رحمه الله تعالى سيدا وضربت وضرب ايو وضربت وهو اها وضربنا فاعل كيدوها هي ضمير مستتر اها قدهان بوحنو مثاليي ضمير كي او مستتر جوازا لكن وحن اوغان ان مستتر جوازا كلغي انو سنقن كرنو مستتر وجوبا او نقن كرا سيدا هربا دور غور انو سو قادني تسالهان فعل كمضارع هدي لغو بلاو همزة اما تا لغو بلاو اما نون لغو بلاو دو فاعل كمركا وحواجب نقن اي لاسترو. الله سبحانه وتعالى.